تابع اعزائي التمرين رقم 13 بالنسبه للشقاق لا ديريفاسيون. دابا غادي نشوفوا ربعه ديال الامثله، 1 2 3 4، يعني تتضمن الجذور من الرتبه 3 او بصفه عامه الجذور النونيه وعندها علاقه بالقوى الجذريه. بون، على بركه الله. اذا في المثال الاول راه كاينه طرق اخرى للاشتقاق، حنا غنكتفيو بهذه الطريقه اللي غنديرو دابا، يعني تطبيق القاعده اف لي اكس تساوي، عندي الجذر من الرتبه 3 لي اكس ناقص 1. دابا هنا غنحسب الاشتقاق، يعني هنا بريم وهنا بريم، دونك غتعطينا النتيجه. كنطبقوا القاعده هنا، التذكير اللي غادي يكون عندنا هو ان ملي كتكون عندي الجذر من الرتبه 3 لواحد الداله اي لي اكس طبعا بريم، راه كندير الفوق الاشتقاق اي بريم وكنقسم على 3 الجذر من الرتبه 3، وهنا غتكون عندي اي مربع، هنا عندنا اي مربع، دونك جوج 3 وهنا راه 3 في هذه 3 كبيره وهذا 3 الرتبه ديال الجذر. دونك خاصني نطبق هذه القاعده حرفيا على المثال اللي كاين عندي هنا، يعني غتولي عندي النتيجه تساوي اي بريم، هذا هو او يعني اكس ناقص 1 بريم، وغنقسم على هذا العدد 3 في، كنضرب في الجذر من الرتبه 3 وكنكتب هنا اكس ناقص 1 اس 2، هذا هو التطبيق ديال القاعده. والاشتقاق غيكون سهل، اشتقاق اكس هو 1، اشتقاق ناقص 1 كيعطيني دائما صفر، تعودنا عليها، على 3 في الجذر من رتبة 3 لي إكس ناقص 1 الكل أس 2. راه عندك كتابة أخرى ولكن نكتفي بهذا القدر، هادشي هذا صحيح، دونك من الأحسن باش تبقى عندنا هاد الصيغة هادي باش نبقاو مولفين على الخدمة ديالنا، وتشوفوا مع الأستاذ ديالكم أو أساتذة آخرين غتشوفوا طرق أخرى، وغادي ديجا غنطرق لها أنا في فيديوهات كذلك باش تضبطوا الأمور أكثر وأكثر. إذا هنا اف لي اكس تساوي الجذر من رتبة 3 لي 2 ناقص اكس، هنا غيكون اختلاف بسيط أنا غادي نشير ليه في الخدمة. بنفس الطريقة غنطبق القاعدة، يعني غنهز هنا جوج ناقص اكس غنكتبها في البسط وغندير ليها بخيم، وعندي 3 في الجذر من الرتبة 3 وطبعا جوج ناقص اكس الكل أس 2. اصلا راه ديجا انا خدام في فيديوهات اخرى كنت حطيتها شحال هذا في العام الفايت اولا بالنسبه الاولى بكالوريا، كنت ناقشت هذه القضيه هذه، حطيت فيديو ديال الثانيه بكالوريا وخدمتها بطريقه اخرى. اشتقاق 2 بما ان عدد لا يتضمن اكس هو صفر، عدد ثابت، اشتقاق دابا ناقص اكس، ناقص اكس راه هي ناقص 1 اكس، العدد اللي حدا اكس هو ناقص 1، دونك هنا غتبقى ناقص 1، وهذا هو الفرق مع المثال السابق، هنا كانت عندنا اكس اما هنا كاينه ناقص اكس، على 3 في الجذر من الرتبة 3 لي جوج ناقص اكس الكل اس 2، وهكا كنكون حصلت على تعبير المشقق. وندوزو للمثال رقم 3، ملي غتكون عندي قوة جذرية هي 1 على 3، يعني عندي عدد جذري في الاس اللي هو 1 على 3، وبنفس الطريقة تماك عندي جوج ديال القواعد اللي غنطبق، اف لي اكس تساوي، غادي نشير القاعدتين بجوج اللي غادي نطبقهم ونستعملهم، هي اكس ناقص 1 الكل مقسوم على اكس والكل اس 1 على 3. دونك ملي كندير هنا الرمز ديال الاشتقاق كنجي على برا كذلك كندير رمز الاشتقاق. هنا اول حاجه خاصك تعرف هو تشتق واحد التعبير عنده الاس، يعني مثلا اف اس اغ بريم، اول حاجه كنبدا بها كنبداو باغ بالاس وكنضرب في اف بريم الاشتقاق، وعاود ار كنقص منه 1، كندير اف اس ار ناقص 1، ار عدد جذري غير منعدم، دونك تساوي الوغ هنا في التعبير غادي تولي عندي غنبدا بالاس هو 1 على 3 كينزل عادي، كنضرب في اكس ناقص 1 على اكس كدير لها الاشتقاق، ومن بعد اكس ناقص 1 على اكس اس 1 على 3 كنقص منها 1، 1 على 3 خاصني نقص منها 1، الوغ النتيجه هي 1 على 3 في. وهنا طبعا في الاشتقاق خاصني نكون عارف هنا انها مكتوبه على شكل واحد الداله او على في او اف على جي، والقاعده طبعا هي او بريم في في كجزء اول، الجزء الثاني هو او في بريم على في مربع، والشرط على في انه يكون يخالف الصفر. دونك هنا عندي اكس غنعاود نكتب اكس ناقص 1 اللي كتمثل لي او غندير ليها بريم،
في V هو X ناقص X ناقص واحد. غادي نعود نضربها في X بريم اللي سهلة الشقاق ديالها واحد على X وكندير ليها أس أس اثنان، والكل مضروب طبعا في X ناقص واحد على X أس واحد على ثلاثة ناقص واحد. غادي تولي عندي النتيجة هي ناقص جوج على ثلاثة، وها هو هنا التوضيح. دونك عندنا حنا واحد على ثلاثة غنقصوا منها واحد، توحيد المقام واحد ناقص المقام هو ثلاثة، هذا البسط في المقام لأن ما عندوش مقام، واحد في ثلاثة هي ثلاثة، والنتيجة غتخرج هي ناقص جوج على ثلاثة. غندير عليها واحد التغيير بسيط باش نوضح لك واحد الفكرة. نكمل هنا في الإشقاق، دونك غتعطيني النتيجة واحد على ثلاثة في الشقاق إكس هو واحد، الشقاق ناقص واحد صفر، دونك هذا كيخرج من الشقاق ديما كيعطيني صفر. دونك غتبقى عندي هنا الشقاق إكس ناقص واحد، قلنا هي واحد لأن الشقاق إكس هو واحد، يعني غتبقى عندي واحد في إكس، هذا الشيء كامل هو واحد في إكس. نتوما ملي ضربتوا الأمور غديباسيو هذا الشيء، إكس ناقص واحد، الشقاق إكس عاود هو واحد، يعني نتوما متكشفوش ملي تكونوا تخدموا مزيان على إكس أس اثنان. والكل شوف معايا مزيان، هنا عندي أس سالب، كنقدر نتخلص من هذه الإشارة السالبة بواحد التغيير بسيط، كنقلب هادو بجوج، يعني غتولي إكس على إكس ناقص واحد، شفتيها هنا تقلبات، والأس اللي كاين هنا ناقص جوج على ثلاثة، كيولي هو جوج على ثلاثة، غير الإشارة قلبتها، دونك إكس على إكس ناقص واحد، هادو قلبتهم بجوج، ولكن هذا كنغير غير الإشارة، ماشي تقلب الأعداد، ما تقلبش الأعداد، غير الإشارة. دونك هنا تساوي واحد على ثلاثة في تبسيط بيان سور، واحد في إكس هي إكس ناقص، رد معايا البال هادشي راه مضروب في واحد، يعني واحد راه نقدر نستغنى عليه، ناقص إكس ناقص مع ناقص واحد هي زائد واحد على إكس أس اثنان، والكل مضروب في إكس على إكس ناقص واحد، الكل أس اثنان على ثلاثة، ونشطب هنا على إكس مع ناقص إكس، وغيبقى عندي التعبير بسيط، واحد في واحد هي واحد على ثلاثة إكس مربع في إكس على إكس ناقص واحد أس اثنان على ثلاثة. وندوزو للمثال الأخير، هو المثال رقم ربعة، حتى هو بسيط، نشوفو شنو كاين فيه. طبعا هنا في المثال رقم ربعة غادي نديرو الشقاق ديال إف، غيكون عندي جوج ديال القواعد، القاعدة الأولى ملي كيكون عندي الأس، والقاعدة الثانية غتبان في السطر الثاني، ولكن غنعطيو التعريف أو لا عفوا القاعدة، غنعطيو القاعدة اللي غادي نطبقوها وغادي نبازيو عليها في الخدمة ديالنا. دونك هنا غادي ناخذو الدالة f لي x تساوي x أس واحد على ثلاثة ناقص x أس جوج على ثلاثة، والكل أس ثلاثة على جوج. هنا غادي ندير رمز ديال الإشقاق بخيم، وهنا كذلك غادي ندير رمز ديال الإشقاق. أول قاعدة ملي كيكون عندي الأس مثلا قوة جذرية f أس r بخيم تساوي، قلنا كنبداو بالأس r في اف بخيم طبعا في الاشقاق في اف اس ار ناقص واحد، دونك خاصني هذه القاعده نطبقها هنا كذلك، الو غتعطيني النتيجه هي 3 على 2 هو اف هو الاس في الاشقاق، يعني اكس اس واحد على 3 ناقص اكس اس 2 على 3 بخيم. دونك هنا فين غايبه ليا الدور او القاعده الثانيه ديال الاشقاق، ملي يكون عندي واحد على 3 و2 على 3 في اكس اس واحد على 3 ناقص اكس اس 2 على 3، الاس ديالها هو 3 على 2، و 3 على 2 خاصني نقص منها واحد، ديما ار ناقص واحد، ان ناقص واحد او ار ناقص واحد، النتيجه غتعطيني 3 على 2 في، رد معايا البال هنا الله يرضى عليك. فاش كنبغيو نديرو الاشقاق هنا، اول حاجه كما كنا شفنا من قبل، هنا راه عندي ناقص، يعني ما كاينش عادي غنشق هذا بوحده وهذا بوحده، اكس اس 1 على 3. أول حاجة كنبدا بالأس، ها هي واحد على ثلاثة، إكس أس واحد على ثلاثة، وكنقص منها واحد، ناقص، دابا عاوتاني هنا جوج على ثلاثة، غنبدا بها هي الأولى، غنكتب إكس، غنخلي الأس جوج على ثلاثة، وغنقص منه واحد، أنا درت الإشقاق، في إكس أس واحد على ثلاثة، ناقص إكس أس جوج على ثلاثة، وهنا طبعا ثلاثة على جوج ناقص واحد، باينة غتعطينا النتيجة هي واحد على جوج. 3 على 2 ناقص 1 غنوحد المقام، 3 ناقص المقام هو 2، 1 في 2 هي 2، وغتعطيني النتيجة هي 1 على 2، دونك الأس اللي غيكون عندي هو 1 على 2، 3 على 2 ناقص 1 هي 1 على 2.
قال لي غير تبسيط هنا ونعطيكم الشكل الاحسن كيفاش خاصو يتكتب. يعني 3 على 2 عامل لي 1 على 3 اكس اس. دابا عندي 1 على 3 ناقص 1 هي 1 ناقص 3 على 3 1 كضرب في 3 هي ناقص 2 على 3. اذا الاس الاول غيكون عندي هو ناقص 2 قسمه 3 ناقص 2 على 3 اكس. عندنا 2 على 3 ناقص 1 تساوي كنكتب 2 ناقص 1 في 3 هي 3 وكل شيء مقسوم على 3 وغتعطيني النتيجه هي ناقص 1 على 3. 2 ناقص 3 هي ناقص 1 على 3 دونك النتيجه هنا هي ناقص 1 على 3. انسد القوس كما هنا افتح القوس اكس اس 1 على 3 ناقص اكس اس 2 على 3 والكل اس 1 على 2. على بركة الله دونك هنا غادي نكمل التعبير غتجيني النتيجة هي 3 على 2. شوف الله يرضي عليك دابا ملي كيكون عندنا الأس سالب في هذه الحالة هذه نقدر نرجع الأس موجب والأس يولي هو 2 على 3. يعني مثلا ملي كتكون عندنا إكس أس ناقص 2 راه ممكن ليا نكتبها في البسط بحال هكا 1 على إكس أس 2 ممكن صافي. يعني إذا كان عندي الأس سالب هذا العدد هذا اللي كاين في البسط ممكن يرجع في المقام والاس ديالو يكون موجب. اس سالب في البسط موجب في المقام. هذا مثلا اس عدد سالب في البسط انا هيك كنختصر الاس سالب والعدد في البسط غيولي الاس موجب والعدد في المقام. دونك غتبقى عندي 1 على 3 الاس سالب واكس في البسط اذا الاس غيولي موجب واكس في المقام. موجب يعني هي اس 2 على 3 ناقص 2 عاوتاني على 3 اكس الاس ديالها سالب وهي في البسط غيولي الاس ديالها موجب وهي في المقام. دونك هو هذا اللي درت انا. الا كان عندها الاس سالب في البسط راه غيولي عندها الاس موجب ملي تولي في المقام. اكس اس 1 على 3 ناقص اكس اس 2 على 3 والكل اس 1 على 2. هكا كنكون حصلت على تعبير المشتقه الخاصه بالداله اف في المثال رقم 4. وتستمر سلسلة التمارين باش أي تمرين شفتي في السلسلة جات عينك عليه وبغيتي تعرف كيفاش دير ترجع ديما الفيديوهات. يعني ولا عندك كتاب بالفيديو. اللهم يسر وبالتوفيق. شكرا.